يا يسوع علمنا شلون نصلي. يا سيد علمنا شلون نصلي. أقولكم وقت تصلي دش غرفتك وصك الباب عليك وصلي لأبوك، وحين تصلون لا ترددوا الكلام من غير معنى مثل ما يسوي الوثنيين، عشان أبوكم يدري اللي تحتاجونه قبل لا تسألوه. صلوا كيف أقولكم الحين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم.